جزاكم الله خيرا. ولاحظوا شيخ صالح أنها تكثر من السؤال عن السهو، فتقول في سؤال آخر: في بعض الأحيان أسهو في صلاتي فيتوجب علي السجود للسهو، إما لأنني نسيت التشهد الأول أو غير ذلك، ولكنني في بعض الأحيان عندما أسجد سجود السهو وقبل أن أسلم أقرأ التحيات مرة أخرى سهوا مني، فهل أسجد سجود سهو مرة أخرى بعد السلام جزاكم الله خيرا، كما أنني أشكو من كثرة السهو في صلاتي مع أنني أتفل عن يساري وأتعوذ من الشيطان 3 مرات قبل البدء في الصلاة وأجاهد نفسي في صلاتي، ولكنني أجد نفسي قد انصرفت عن صلاتي وأصبحت أسبح في بحر من الأفكار والتخيلات، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. الذي يظهر من حال السائلة أنها مبتلات بالوسواس، مبتلات بالوسواس، فعليها تستعيذ بالله من الوسواس، وإذا كثر فإنها لا تلتفت إليه بل تصلي وصلاتها صحيحة إن شاء الله ولا تلتفت إلى الوساوس. أما إذا كان وقع منها أنها تركت واجبا من واجبات الصلاة مثل تشهد الأول أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول رب اغفر لي بين السجدتين، المهم إذا تركت واجبا من واجبات الصلاة سهوا فإنها تسجد له، تسجد له قبل السلام، وإذا سجدت للسهو فإنها تسلم، إذا سجدت سجدتي السهو فإنها تسلم في الحال ولا تتشهد بعد سجود السهو. وما ذكرته السائلة من أنها يحصل منها سهو متعدد، تترك التشهد الأول مثلا، تترك سبحان ربي العظيم في الركوع مثلا ويتكرر منها السهو، أو أنها تقرأ التحيات بعد سجود السهو كما ذكرت، فالسهو إذا تعدد يكفي عنه سجدتان، من سهى مرارا فإنه يكفيه سجدتان ولا يلزمه لكل سهو سجود. نعم.